بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد أنا في كل مرة عندما ألاقيكم في هذه الحصة عبر هذه القناة. اخترت لي عدد اليوم 3 أسئلة راح نجاوب عليها لتضمن 3 مواضيع ذو طابع أو ذات طابع مختلف. محمد من الجزائر يسأل: نحن عائلة من 3 بنات و3 ذكور، لنا أم ووالدي طاعن في السن، هو يعاني من أمراض نفسية وعصبية رغم أنني أكبر الإخوة ومعتاد على العمل مع والدي، لكن باقي الإخوة يرفضون ذلك. برنامج استشارات قانونية يأتيكم كل أربعاء على الساعة 9 ليلا ويعاد في الأوقات التالية. كل ما جي الشتاء تدخل لنا البريز. هذا التراب تاعنا اللي خلصناه بعرق جبيننا اداه لنا بدون وجه حق. تعطيني افدو انايا في طزينه تاع دراري، ما كون يروحوا يسكنوا هادو، راس مالنا براكه وين زيد تروح؟ رصوص موت على الجيري يحسبونا، بصح رصوص موت على رحله ما يحسبوناش. احنا جعفري ما رانا مسحقينهم لا في السكن ولا في اي في الخدمه ولا اي في حاجه، ما راناش متلهيين بهم. ما جابنيش العسل هنا خويا ولا جابني قفه تاع طعام. برنامج الكاميرا المكشوفه ياتيكم كل اثنين على الساعه 9:30 ليلا ويعاد في الاوقات التاليه. على سلامتكم معنا مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صحتك بلي. الإكزيما أو الإكزيما هي عبارة عن التهاب جلدي غير ناتج عن عدوى. رح نتناولوا في عدد اليوم موضوع الإسهال. مرحبا بكم أوفياءنا البرنامجكم صحتك بنيديك. يعاني الكثير من مشكلة على مستوى الساقين واللي نسموه دوالي ساقين. هذا هو موضوعنا اليوم، الكبد أو بالأحرى مرض التهاب الكبد الفيروسي. كما هو معروف أن السكري يحدث عند عجز غدة البنكرياس عن إفراز هرمون الأنسولين. صحتك بين يديك، برنامج يأتيكم كل أحد الثلاثاء والخميس على الساعة 8:20 ليلاً.